وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد فحياكم الله اخواني واخواتي في كل مكان واهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على اسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج، اسال الله تعالى ان يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. بالامس الاخ ياسين من الجزائر طبعا يقول بانه له عم في فرنسا يقول توفي من فتره يقول من 15 سنه تقريبا يقول لديه ولد وهذا الولد مشكوك في اسلامه يقول ونرى عليه بعض العلامات وشيء من هذا القبيل يقول بانه قال تعالوا خذوا يعني تركه الوالد يقول الوالد والد هذا اللي هو عم الاخ ياسين يقول له اخت يعني عمه ياسين يقول توفيت بعده، يقول الآن نحن ارتبكنا في قضية المال هذا، هل نأخذه أم لا؟ وهل هو تركة أم ماذا؟ أخوي ياسين بارك الله فيك، أولاً هذه المسألة من المسائل الدقيقة المذكورة في كتب أهل العلم، كتب الفقهاء. فأولاً عندنا طبعاً في أجمع العلماء على أن الكافر لا يرث المسلم، الكافر لا يرث المسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث الكافر المسلمة الامر الثاني مساله المسلم يرث الكافر محل ايضا بحث وكلام عند اهل العلم جماهير العلماء على منع ايضا المسلم ان يرث من الكافر يعني من ابيه او من اخيه او من امه مثلا او من ولده ويستدل لذلك بتتمه الحديث لا يرث المسلم الكافره ولا الكافر المسلمة المساله الاخرى ما يتعلق بهذه المسائل الفتوى فيها أخ الفاضل أو الحكم فيها للقضاء وليس للفتوى لكن عموما بالنسبة لهذا الولد الآن لو افترضنا بأنه مسلم ولو افترضنا بأنه كافر وحاز هذا المال ثم قال لكم تعالوا خذوه فهذا فيما يظهر والله أعلم بأنه نوع من الهبة لأنه هو الوريث الوحيد لأبيه الوريث كما ذكرت أنت الوحيد لأبيه ولذلك الذي يظهر بان هذه هبه لكم لكن انا افضل يا اخي الفاضل انكم تتريثون وتنتظرون وتتاملون هذه مسائل حلال وحرام وتعرضون الامر على احد المحاكم الشرعيه على احد القضاه وينظر فيها ثم يعني يجيبكم الى ما تبتغون وتريدون تفضل تفضل علي 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 من عمان تفضل وين معانا علي يا علي. عليكم السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم عليكم السلام شيخ كيف حالك حياك الله يا علي تفضل يا علي تفضل اسمعك انا السلام عليكم انا اسمعك يا علي اسمعك تفضل ممكن تعطوني زوم علشان اتكلم معه لو سمحت اعطوني زوم لو سمحت تفضلي يا علي تفضل تفضل القي سؤالك تفضل اسمعك انا تفضل يا علي تفضل طيب تفضلي يا زايد ام زايد ام زايد من ابو ظبي تفضلي يعني عاد عندكم مشكله انتم ما هو بعنده ها راحت ام زايد تفضلي يا فاطمه فاطمة من دبي؟ ها؟ لا مو معقول. فاطمة. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم اختي فاطمة ألقي سؤالك، أنا أسمعك لكن في مشكلة أظن عندنا في الاتصال. ألقي سؤالك. السلام عليكم. آه، عليكم يا سيدي أنا أسمعك تفضلي 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 السلام عليكم يا سيدي عندي سؤال آه، عندي صديقتي أمها ولدت ولدت في رمضان وبعد ما ولدت في رمضان ما قضت اللي عليها وجاء رمضان ثاني صامت رمضان الثاني, فامت رمضان الثاني. وهي الحين تحفت الله يرحمها بس بناتها إيه؟ الحين يسالوا اي يعني يصوموا عليها ولا شو يعني اختي فاطمه يعني هل هي استطاعت يعني وجدت فرصه تسمعيني يا فاطمه تسمعيني ايوه سمعت طيب هل هي هل هي وجدت ايه طيب هل هي وجدت فرصه مستلان. انها تصوم؟ خلاص خلاص لان الوضع الوضع غير طبيعي في الاتصال اقطعوا الاتصال لو سمحتوا لا ما وجدت هي صمت رمضان الثاني بس مو صامت عليها اه طيب طيب ان شاء الله افصل مستل. لك افصل لك ان شاء الله صامت رمضان اللي بعده مع... بعده ماتت يعني خلاص طيب طيب يا فاطمه طيب طيب عندنا مشكله احنا تفضلي عبد الرحمن عبد الرحمن السلام عليكم عليكم السلام من معي؟ السلام عليكم عليكم السلام تفضل يا اخي تفضل من معي؟ ابراهيم تفضل يا ابراهيم الشيخ آه آه الشيخ آه احد الأ... احد العمال الوافدين انزين فتح محل ويبغاني يعني انا اكون يعني ويا في المحل فقال لي يعني انا وقت ما اتصل لك انت تجي معي في المحل اذا جات يعني حمايه المستهلك او كذا فقال اتفقنا على راتب محدد بس انا ما اصير عنده فكيف يعني حل الراتب يكون يعني حلال علي يعني معني انا ما اصير في العمل بس الا وقت ما يتصل لي يعني انت كفيله يعني ها؟ أنا أنا هي كفيلة يعني كفيلة أنا وكذا من أحد الوافدين وفتح هذا المحل واتصل لي بأني أكون وياه في العمل يعني مدير كأني أكون طيب يا <applause> إبراهيم إن شاء الله تسمع <applause> الجواب أها أم عبد الرحمن أم عبد الرحمن تفضل أم عبد الرحمن تفضل أختي ألو <applause> تفضلي يا أختي, أيوة أيوة. <applause> أيوة. أختي تفضلي تفضلي يا أختي أم عبد الرحمن لو سمحتوا قربوا لي للكاميرا لو سمحت المخرج أيوه تفضلي يا أم عبد الرحمن تفضلي 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 يا أختي تفضلي تفضلي أسمعك أنا في عندنا مشكلة في الاتصال أنتِ تفضلي ألقي السؤال لو سمحتي ألقي السؤال يا أختي ألقي السؤال أنا أسمعك أسمعك وتشوفيني وأ... وأ... الآن أمام التلفزيون ألقي السؤال لو سمحتي يا شيخ أبغي أسألك على يعني أختي إنه عيد يعني مع الأقارب يجتمعوا كذا الحين قالت أبغي أكون الست قبل القضاء ما حكم هذا العمل؟ ما ما سمعتك عدل يا اختي ام عبد الرحمن، في في عندنا مشكلة. شوفوا يعني صلحوا المشكلة ولا اعطونا فاصل لو سمحتوا يعني. صلحوا المشكلة، صلحوا المشكلة ولا ولا اعطونا فاصل. ما سمعت يا سمعتك يا اختي ام عبد الرحمن اعتذر منك، اعتذر منك يا اختي. اقطعوا على الاتصال يا جماعة، اقطعوا على الاتصال. طيب اقطعوا الاتصال ما نستفيد نحن، طيب. عندي الاخت فاطمه بارك الله فيها من ما ادري والله وين فاطمه لكن عموما تقول اظن من دبي تقول صديقتها امها يعني جابت في رمضان ويعني ولدت في رمضان او نعم اتت تقول ما قضت وصامت رمضان الثاني ثم توفيت تقول ما الحكم في مثل هذه الحاله؟ يا اختي فاطمه بارك الله فيك ورضي الله عنك سامحيني لان ال اليوم عندنا مشكلة في الاتصال والصوت ما كان جيد لكن أنا أفصل في هذه المسألة إذا كان صديقة صديقتك قالت بأن والدتها كانت يعني قد يعني ولدت في رمضان قبل رمضان الماضي ثم ما صامت رمضان وبقيت إلى رمضان الأخر ولم تصم ثم صامت رمضان القريب ثم توفيت بعد ذلك ننظر فإن كانت قد وجدت فرصة للصيام ما بين الرمضانين ثم توفيت يلزم أولياءها الصيام يلزمهم أن يصوموا عنها وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه أما إذا كانت الـ الـ هي الفترة الماضية كلها ما وجدت فرصة يعني شوفي لاحظ الفترة الأولى الجواب الأول الافتراض الأول وجدت فرصة للصيام لكنها ما صامت قالت ان شاء الله بعدين وكذا وكذا ثم دخل عليها رمضان الثاني يلزم اولياء المراه هذه ان يصوموا عنها للحديث الذي ذكرته اما اذا لم تجد فرصه هي ولدت ورمضان كله كانت في فتره نفاس ثم في فتره رضاعه ثم في فتره مثلا يعني مرض او تعب ما وجدت فرصه ثم اتصل دخل عليها رمضان الثاني فصامت ما عليها شيء ولله الحمد والمنه يسقط عنها صيام رمضان الماضي كاملا هذا على قول بعض العلماء يذهب الى انه يقضى عنها او يطعم عنها والاحتياط اخت الفاضله توصينهم بانهم يطعمون عنها خروجا من الخلاف عندي الاخ ابراهيم اظن من عمان يقول بانه يعني احد العمال الوافدين يقول بانه طلب منه ان يعني يفتح محل يكفله ويقول يعني ساعطيك راتب تكون شريك لي يسال ابراهيم يقول في مثل هذه الحاله هل الراتب اللي اخذه من هذا العامل الذي فتحت له المتجر هل هذا حلال ام لا؟ اخوي ابراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبه لي هذه العملية تسمى بيع المنفعة كيف بيع المنفعة؟ يعني هذا الرجل طبعاً غير مواطن هو ما يسمح له بأن يصدر رخصة لممارسة نشاط تجاري معين فيلجأ إلى مواطن فيخرج الرخصة باسمه ثم بعد ذلك يبدأ النشاط ويعطي المواطن مبلغاً مقطوعاً أو نسبة كل شهر أو كل سنة هذا ما في شيء إذا كانت الدولة تسمح بهذا إذا كان أصلا الجهة المسؤولة الحكومة يقول بأن هذا مأذون فيه لأن هذا يترتب عليه مصالح ومفاسد كما أنك تستفيد أنت قد أيضا تضر ولذلك أحيانا مثل هذه القضايا مرجعها إلى الجهة المعنية لماذا؟ لوجود مفاسد كثيرة أحيانا قد تكون موجودة في ما يترتب على هذا الأمر فأنت تحتاج الدولة تحتاج أن تضع لك ضمانات فإذا كانت الدولة دارسة هذه وضعت شروط وضعت ضوابط ما فيها شيء ولله الحمد والمنة لكن الحالة الثانية إذا قالك أدخل معي شريك بمعنى أنك ستكون شريك في هذا العمل وليس هي قضية بيع الاسم والمنفعة هذه سميناها قبل شوي هذه الشراكة يا أخي إبراهيم تدخل فيها بالربح والخسارة تدخل فيها بالربح والخسارة بمعنى أنك تكون في حال الربح تشاطره تشاركه في الربح بنسبة وليس بشيء مقطوع يعني يقول لك مثلا خمسين بالمئة لي وخمسين بالمئة لك أو سبعين بالمئة لي وثلاثين بالمئة لك حتى لو ما حضرت في في المحل أو في كذا وأيضا لو حصل خسارة لازم تعرف هذا الشيء بأن الخسارة عليك وعليه لأنكم شركاء الآن فالربح على راس فالربح لكما بينكما والخساره على راس المال حتى لو لم تكن انت يعني دفعت شيء من المال لكنك تتحمل مع الخساره ولذلك يا اخي الفاضل خليك على الحاله الاولى وهي انك بعت اسمك بعت المنفعه بعت الترخيص اللي اخرجته لهذا الشخص تفضلوا يلا يلا عندي فاصل قصير نذهب اليه ثم نعود اليكم بحول الله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لكل مدينه نبضها واسلوب حياتها على ايقاع شوارعها ومن عبق الاماكن القديمه فيها نستكشف طبيعه اهلها وكيف اصبحت من اهم المدن الكبرى في العالم. هذا المكان مكتظ بالناس ومزدحم. من رحلاتنا اللي قاعد نجول فيها أقطار الوطن العربي لنبحث عن الأماكن السياحية المميزة يظلم الناس يجي يوم يصير تحت رحمة غيره عز الله أخلي الديرة كلها تسمع موت سينما سبعة رحلة فنية أسبوعية مع أهم الأفلام نتابع فيها أولا فيلم الإثارة والغموض جون ويك شابتر 3 <applause> ثم نكون مع الفانتازيا والخيال العلمي في فيلم جودزيلا كينج أوف ذا مونسترز ولمحبي المغامرات والكوميديا فيلم ذا سيكريت لايف أوف بيتس 2 مع عودة الجزء الثالث من سلسلة أفلام الأكشن جون ويك تشاهدون مقابلات مع نجوم الفيلم ضمن تقريرنا الأول فيما يقدم تقريرنا الثاني كل شيء عن فيلم علاء الدين سينما سبعة يأتيكم في الأوقات التالية تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي ينظم نادي خورفكان للمعاقين مؤتمر خورفكان العلمي الدولي لذوي الاعاقه والتربيه البدنيه المعدله تحت شعار الرياضه لذوي الاعاقه من احتواء التنظيم للاداء الامثل وذلك يومي التاسع والعشرين والثلاثين من يونيو 2019. حياكم الله من جديد اخواني واخواتي نعتذر حقيقه عندنا مشكله فقط في الصوت تفضلوا اذا كان فيه اتصالات يلا ها طيب حتى يعني يصلح تصلح الاجهزه اتحدث عموما على الاخر فقره فيما يتعلق بقضيه الارث وهي مساله حقيقه من المسائل المهمه التي يحصل حولها حديث وكلام وفيها شيء من التجاوزات عند كثير من الناس. أولا يا اخواني واخواتي، بالنسبة لمسألة الإرث هي من المسائل التي تولى الله عز وجل قسمتها بين الناس. ولذلك ربنا جل وعلا سماها فريضة، فريضة من الله. فهذه المواريث هي قسم من الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقاد يعني لا يرتابه ادنى شك ان قسمه الله عز وجل على العدل ولذلك ربنا جل وعلا يقول ومن اصدق من الله حكما قل جل وعلا ومن اصدق من الله قيلا قل جل وعلا ومن اصدق من الله حديثا قل جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد ايات عظيمه كلها تشي كلها تشير الى ان هذه القسمه هي من الله جل وعلا الامر الاخر ربنا سبحانه وتعالى هو اعلم بنا لانه هو الذي خلقه فهو اعلم بما يستحقه الذكر وبما يستحقه الانثى ولذلك من الغلط الذي حقيقه سرى عند كثير من الناس اعتقادهم دائما ان الذكر ياخذ سهمين عن الانثى دائما وهذا غلط وانما الذكر له حظ الانثيين في حالات معينه معلومه ومذكوره واحيانا تكون الانثى تاخذ اكثر من الذكر عندنا حالات الانثى تاخذ اكثر من الذكر وهذه موجوده لمن تامل في ابواب الفرائض ولمن نظر في هذه المسائل. في مساله مهمه وهي ان النبي عليه الصلاه والسلام حينما بعث بعث في امه كان عندها جور وظلم في مساله المواريث كما ان عندها ايضا جور وظلم في مسائل كثيره. ولذلك كان عندهم عبث في مساله المواريث فجاء النبي عليه الصلاه والسلام بدين من الله عز وجل فوضع الأمور في أنصبتها وبين معالمها صلى الله عليه وسلم ولذلك من جملة الأمور الجاهلية عزل المرأة وعدم توريثها من جملة المسائل أيضا أن زوجة الأب يلقى عليها عباءة ثم تورث من جملة الترك فأبطل هذا الإسلام ولذلك اتضحت المعالم وأصبح الأمر ظاهرا عند الناس وأعطي كل ذي حق حق ممن من الله سبحانه وتعالى الأمر الآخر يحرم على الإنسان أن يلعب في قضية الفرائض بحيث يظلم الأيتام أو يظلم النساء أو يمارس إقصاء بالنسبة للورثة في قضية تأخير توزيع التركة ولذلك للأسف يوجد في بعض النواحي عند أهل الإسلام من يظلم في مثل هذا الأمر فيوجد الآن للأسف بعض الناس من عندهم من مسائل الجاهلية يعني مثلا ما يورث النساء يقول, يقول كيف, كيف نورث النساء هذه مسائل جاهلية نعوذ بالله الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال عن الزوجة أن لها الربع إن لم يكن له ولد ولها الثمن إن كان له ولد الأم كذلك تأخذ السدس تأخذ الثلث البنات يأخذن الثلثين وهكذا ولذلك إقصاء النساء هذه جاهلية هذا ما يرضاها الإسلام ولذلك يجب على الناس أن يتعلموا أمر آخر ما يتعلق بقضية عدم توزيع التركة وهذه للأسف هو الغالب الآن طبعا عدم توزيع التركة تأخيرها إما يكون بحق وإما يكون بباطل إما يكون بحق مثلا تركة الرجل كبيرة يحتاجون إلى فترة زمنية حتى يحصرونها ثم يعني يقضون الديون التي عليه وكذا هذا شيء مشروع أو مثلا عنده أموال فيها عندها مشاكل المحكمة وضعت أيديها مثلا مثلا يوجد بعض الإشكالات المعينة هذه عند هذه هذه بحق يعني ليس باختيار الإنسان أما التي بالباطل فهي الإقصاء بحيث انه يمنع يقول لا ما ما نوزع التركه عموما ما احب اخلي اخواني ينتظرون كثير ناخذ اتصالات ثم نكمل ان شاء الله ان يسر الله من يلا اختي ام عبد الرحمن شوف يا شيخ ما حق اللي تبغين أم, 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 ام عبد الرحمن قبل القضاء ام عبد الرحمن ايوه تفضلي السؤال من اول اختي ما سمعتك من اول يعني الواحد يبغى تصوم قبل القضاء على الشهر اللي يفوت الدورة الدينية كيف عفوا كيف؟ يعني أنا أبغي أقوم السيس قبل القضاء أي طيب ما حط يعني أنا قاعدة على الشهر اللي يروح على البيت إن شاء الله شوف يا شيخ أنا عندي عيالي أكلمهم على الصلاة وهم يتهاونوا يتهاونوا يا شيخ من الظهر للعصر ولا يروحوا يصلون أها وعندي ولد لما يصلي مع أبو جماعة يكون سؤال يحرك مشابهة يتكلم هو ولا يسلم، يعني انتصار ابغيك تنصحهم هم ما يسلموا الا يعني يعني ما يحل شفتيه؟ نهائيا يا شيخ واصل ما هو ولا طيب ابشري يا ام عبد الرحمن الله يخليه يسلم هو على الصلاه الله يستر ان شاء الله يا ام عبد الرحمن ان شاء الله الله يجزيك كل خير تفضلي الله ياسين السلام عليكم عليكم السلام، سمعت الجواب ياسين؟ سمعت الجواب يا شيخ فاتني ولم أقل لك أنه عرضنا هذه القضية على المحكمة الجزائرية في 2017 ولدينا حكم بنقل الملكية من السيد آه هذا ابن عمي لنا والاعتراض يكون من أولاد عمتي قالوا أيوة لنا لا لا نعترف بهذا الحكم أيوة لأن المحكمة الجزائرية إدارية تعتبر محكمة إدارية لا تعترف إلا بالأوراق نعم لما أتينا لها بالـ 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 بالوكالة حكمت لنا بالنقل الملكية لا لا أولاد عمتي قالوا لا عندنا النصف في الميراث إن شاء الله يا أبشر فهل يرث شرعا فهل يرثون معنا النصف أم لا؟ إن شاء الله أبشر ياسين. يا سين السلام عليكم أم راوية يعطيك العافية شيخ مرحبا أختي عندي آه. مجموعة أسئلة تفضلي آه. كيفية قضاء الوتر؟ إيه وما حكم من اتى بتكبيره في الصلاة في غير موضعها ما حكم ايش؟ من, من اتى بتكبيره في غير موضعها يعني كالقيام من السجود الاول تكبيره ان شاء الله ومن اتى او من من نسي تكبيره من التكبيرات في الصلاة من نسي ايش؟ تكبيره من التكبيرات في الصلاة طيب مرحبا اختي خليفة. خليفه السلام عليكم عليكم السلام جزاك الله على البرنامج مرحبا <applause> خليفه شيخي هذا السؤال احد الاصدقاء كلفني اني اطرحه عليك تفضل اخوي صديق هذا لديه ابن وهذا الابن تزوج من امراه طبعا ودخل عليها نعم. الان هذه المراه حامل آه بعد فتره من الزواج تقريبا بعد ست شهور من الزواج اكتشف ان هذه المراه متزوجه في بلدها الاصلي. ايه الان ما حكم هذا الزواج وما حكم المراه وما حكم هذا الجنين؟ يعني الان متزوجه في بلدها الاصلي بحيث انها ما طلقت ولا توفي عنها زوجها. لا 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 ما طلقت. على ذمه رجل. اي نعم. وال والحمل اكتشفه متى؟ الحمل اكتشفها بعد الزواج بشهرين تقريبا. يعني حملت منه ولا ولا من حمل لا سابق؟ لا منه 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 طيب يا خليفه شكرا مرحبا مرحبا تفضلي يا جميله السلام عليكم شيخ وعليكم السلام شيخ عندي سؤال عندي سؤال واحد تفضلي عندي اختي اختي عندها 17 سنه اي صلاه على 15 سنه ايه لك الصغر صلي من عشران ثمانية. يا جميلة نعم نعم الآن أختك عمرها عشر سنة بدأت الصلاة وعمرها 15 سنة ثم بعد ذلك ما ماذا تريد الآن؟ تريد قالت لك بأن تصلي الصغر تصلي ايش؟ صالة صغرها قديش نبداها وين نبداها؟ يعني تقضي السنتين؟ ب... بدات الصاله على 15 سنه. ايه. قالت لك بين تصلي الصغر مين كان تصلي؟ قديش ايش نبدا؟ نبداها 12 10 يعني تريد ان تقضي هي؟ نعم نعم تريد ان تقضي ها؟ نعم طيب يا لي ان شاء الله عسى الله يثبتنا واياها وجميع المسلمين طيب اعتذر ام عبد الرحمن من من السعوديه تقول يعني تسال هي عن صيام الست قبل القضاء يا ام عبد الرحمن الله يبارك فيك واضح انك انت متابعه للبرنامج وجميع الايام السابقه تحدثت عن هذه المساله وفصلت فيها واطلت الجواب عموما هذه المساله فيها خلاف ليس فيها اجماع من اهل العلم من يذهب الى ان أنه لا بأس بذلك من أهل العلم من يمنع من أهل العلم من يفصل يقول مثلا يقول يجوز أن يقضي ويجمع نيتين لكن الذي يظهر لي والله أعلم بأنه ما ما تصوم الست قبل القضاء وذلك لأن القضاء واجب والذمة مشغولة به فكيف يقدم الإنسان السنة على الواجب الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فالآن الذي يصوم بعض رمضان عليه قضاء كيف يصوم ستة من شوال وما اكتمل صيام رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن رمضان ثلاثين يوم وستة ستة وثلاثين والحسنة بعشر أمثالها يعني عدد أيام السنة ثلاثمائة وستين يوم الأمر الآخر الأصل أن المسلم إذا اشتغلت ذمته بحق الله أو بحق الخلق يسارع إلى إبراء الذمة يسارع إلى إفراغها مما شغلت به من الحقوق التي لله أو الحقوق التي للمخلوقين فقضية أن الناس الآن يهتمون بالنفل على حساب الفرض غير صحيح حتى لو كان الواجب موسع بالعكس هذا يعني يجعل الإنسان يعني يبادر إلى أوامر الله ويأتي بها ما يدري الإنسان متى يلقى الله عز وجل يعني يا أم عبد الرحمن أنت إن شاء الله الفائل بعيد وطولة العمر لو قدر الله يعني وحصل انتقلت إلى الدار الآخر الله بيسألك عن القضاء ما يسألك عن ستة من شوال، ستة من شوال صومها سنة، ما أحد يقول والله صوم ستة من شوال واجب، سنة مستحبة، لكن القضاء هو الواجب، القضاء هو الواجب، لذلك الإنسان يبادر إلى القضاء، وبعدين مسألة ثانية، ما دام الإنسان عنده قدرة على القضاء عفواً عنده قدرة على صيام النفل، يصوم القضاء أول، القضاء ويشبك يشبك النفل معه أو مثلاً يصوم النفل مع القضاء، ما دام الحمد لله عنده طاقة وعنده قدرة وعنده استطاعة. أم عبد الرحمن تقول عندها عيال يتهاونون في الصلاة تقول يعني حرصت على تربيتهم الشيء من هذا القبيل يا أم عبد الرحمن تشكرين على حرصك وعلى يعني توجعك وعلى ألمك في مثل هذا وهذه شرة تؤجرين عليه لكن لا بد أن تعلمي بأن الأمور بيد الله فنحن مجرد هدايتنا لأولادنا ولغيرنا هداية دلالة نحن نقول هذا الخير وهذا كذا صحيح أنت مطالبة والدهم مطالب ونحن مطالبون بأن نأمرهم بالصلاة وكذا بل نضربهم عليه إذا بلغوا العشر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليه وهم أبناء عشر فرقوا بينهم في المضاجع لكن إذا بلغ خلاص إذا بلغ معه حذاءه وسقاؤه والمعنى بأنه خلاص هو مسؤول عن نفسه مسؤولية كاملة أما قبل البلوغ فأنت مسؤول عنه أبوهم مسؤول عنهم الأمر الآخر أكثري لهم من الدعاء أكثري لهم من الدعاء فالدعاء طيب ولذلك ربنا جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قال ربكم ادعوني استجب لكم. الامر الاخر ما يتعلق بقضيه الحرص الدائم، التنبيه، هذا تؤجرين انت عليه باستمرار، وجهيهم ارشديهم. ايضا اختيار الصحبه الطيبه لهم من اقاربهم، من العائله، من الارحام يؤثرون سبحان الله تاثير الاولاد الصالحين على بعضهم واضح وظاهر. ولذلك يقولون الصاحب ساحب والطباع سراقه احيانا الولد قد يسمع من صاحبه ومن قريبه ما لا يسمع من ابيه ومن امه مساله اخرى فيما يتعلق بقضيه الصبر عليهم لا تجعلين يعني تضعين سقف معين لا اجعل الامر مفتوح ولذلك سبحان الله جرت سنه الله عز وجل في الاولاد الذين يربون على الصلاه حتى لو يعني انحرفوا حتى لو خرجوا مثلا عن الطريق المستقيم حتى لو مثلا يعني وقعوا في بعض الشهوات يرجعون سبحان الله العظيم يرجعون لأن أصل التربية صحيحة ولذلك لا تيأسين ما دام أن التربية الصحيحة والأسس سليمة سيعود إن شاء الله بإذن الله وحده يعود إلى الصلاة ويعود إلى الخير والصلاة تركها خطير يا أولادي يا أبنائي الصلاة تركها غاية في الخطورة الصلاة هي عمود الإسلام الصلاة هي ركن الملة الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام الصلاة بعد الشهادتين والله تعالى أمر بها قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة جميع الأنبياء جاءوا بالصلاة جميع الأنبياء جاءوا بالصلاة وأكمل الناس صلاة من الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس ولذلك ربنا أول ما فرض عليه الصلاة فرض خمسين صلاة في اليوم والليل خمسين صلاة في اليوم والليل ثم بعد ذلك خففت إلى خمس صلوات قال الله تعالى هي خمس بالفعل خمسين بالميزان الآن أي صلاة نصليها بعشر الآن صلاة العصر قبل قليل صليناها هذه بعشر صلوات غير السبع وعشرين درجة بالنسبة للجماعة وغير عشرة لأن الله تعالى قال هي خمس بالفعل خمسين في الميزان ما يبدل القول لدي وترك الصلاة جريمة جريمة ربنا جل وعلا يقول عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صلون لكن يؤخرون عن وقتها يتساهلون في اركانها وشروطها قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا النبي عليه الصلاه والسلام يقول بين الرجل وبين الشرك او الكفر ترك الصلاه يقول عليه الصلاه والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، ويروى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاه يوم القيامه ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف، ولذلك من صفات المنافقين التكاسل عن الصلاه، قل جل وعلا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يقول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما لا ولو حبوا، ولأجل هذا إخواني أخواتي أبنائي بناتي لابد الإنسان أن يكون شغله الشاغل وقلقه الساهر والاهتمامه البالغ بعد تصحيح الإيمان والتوحيد والعقيدة هي هذه الصلاة بل هذه الصلاة من الإيمان كما قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم والمعنى بأنه الهبد ما قيمة الإنسان في هذه الحياة إذا لم يكن لا يصلي هل الإنسان خلق ليأكل ويشرب وينام ويلهو يتمتع ويبني ويعمر هذه ليست هي, هي الغاية الغاية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ومسألة الأكل والشرب والبناء هذه طبيعية هذه فطرية هذه الشريعة يعني ما ركزت عليها لماذا؟ لأن أصلا النفوس مجبولة على هذا الآن بربكم سمعتم واحد يقول الآخر كل حتى لا تموت ما يحتاج وصية أو اشرب حتى لا تموت أو ابني بيت حتى تسكن مثلا الناس ما في حاجة لذلك الشريعه ما اهتمت بهذه ليش؟ لان هذه تتناغم مع الفطره طبيعه النفس البشريه، الان في الشمس الحارقه الانسان ما يقف في الشمس هذه، يجعل مظله ولا يقف في ظل، ما في نص عندنا في الشريعه والله اذا طلعتم في الشمس انتبهوا وقفوا في الظل، ليش؟ لان الطبيعه هذه اشياء الشريعه خففت الالتفات اليها لان مغروسه ومزروعه والفطر مجبوله عليه. المشكله وين الكبرى؟ في أن الإنسان ما يفهم دوره في مسرح هذه الحياة ما يعرف حقيقة وجوده فيها هنا المشكلة ولذلك قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أما الأشياء العادية الطبيعية الجبلية اللي فطرت عليها النفوس هذه مسألة أخرى الإنسان الآن كل هذا الكون مسخر له لأجل أن يعمره لهذه الغاية هي عبادة الله سبحانه وتعالى هذا هو الأصل هذا هو الأصل ولذلك الجزاء يوم القيامة عظيم على من لم يفهم هذه الحقيقة الذين أشركوا بالله وكفروا بالله الجزاء عظيم وخطير لأن الأنبياء كلهم دعوتهم أنزلت الكتب وارسلت الرسل لهذه تحقيق هذه الغاية هذه الغاية العظيمة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى أسأل الله تعالى أن يهديهم جميعا ايضا ما يتعلق بقضيه تقول مع عبد الرحمن احد عيالها اللي اذا جاء يصلي تقول ما يحرك لسانه ولا يفتح شفتيه يا ابني الله يرضى عليك ويبارك فيك اذا كنت تشاهدني هذه ما هي بصلاه الصلاه لا بد فيها من حركه اللسان او الشفتين يعني الان الذي يقرا من دون حركه الشفتين ما يقرا هذا يقرا في سره ومن من شروط صحه الصلاه انك تقرا الفاتحه قراءه تحرك به بها لسانك وأنك تأتي بالتسبيحات بحركة اللسان فكيف تصلي وصلاتك غير مقبولة الآن إذا كنت مطبقا شفتيك لا بد من تحريك الشفتين لا بد من تحريك اللسان ياسين من الجزائر شوف يا أخي ياسين أنت لو ذكرت ذكرت لي بالأمس بأن المسألة عند المحكمة ما تكلمت معك ولا بكلمة لماذا؟ لأن دائما عندنا قاعدة أن أي قضية عند محكمه سواء شرعيه او مثل ما ذكرت انت مدنيه ما نتكلم فيها هذا القضاء هو الذي سيصدر هذا الحكم ولذلك في فرق بين الفتوى وبين القضاء فالمفتي مخبر والقاضي مجبر انت الان اكيد ما من قاضي الا ويدرس القضيه دراسه وعندنا حتى المحاكم المدنيه في كثير من الدول الاسلاميه تعتمد الفقه الاسلامي في مسائل الفرائض ولذلك من مؤكد بأن القاضي درس هذه وأصدر الحكم عموما أخي الفاضل لا تستقصون الأمر واحرصوا على الرحم أكثر من حرصكم على المال ياسين أنت فيما يظهر رجل صالح احرص على الرحم احرص على أولاد عمتك هذه دنيا هذا المال من التراب إلى التراب لا تجعلون هذه القضية سبب من أسباب تصدع الرحم سبب من أسباب قطيعة الرحم سبب من أسباب فرجة الناس عليكم وأنتم تتقاضون في المحاكم وفي مخافر ويجر بعضكم بعضا إلى مخافر الشرطة هذه الدنيا يا أخي الفاضل من التراب إلى التراب والله ما يشبع منها أحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب حاولوا أن تسترضوهم وأن تجلسوا معهم وأن تعطونهم القدر الذي يرضون به سواء نصيب والدتهم او تعطونهم هم بما يتعلق برضا ادخلوا الصالحين يصلحون بينكم ويرطبون الاجواء المتوتره بينكم هذه نصيحه يا أخي ياسين استمراريتك في القضيه مع وجود خصومه لن تنتهي لن تنتهي وسيبقى مسمار في نعش هذا الرحم لا تلجؤون الى مثل هذا اسال من في القبور هل انتهت مشاكلهم؟ اسال من في القبور هل انتهت أشغالهم اسأل من في القبور هل أخذوا الأموال معهم هل أخذوا أموالهم معهم لا والله ذهبوا بكفن الرخيص ولذلك يا أخي الفاضل احرص على الرحم بارك الله فيك أم راوية تقول كيف نقضي ال الوتر الوتر أخت الفاضلة قضاء الوتر يكون شفعا في النهار في صلاة الضحى الوتر إذا أردنا أن نقضيه نقضيه في النهار في وقت صلاة الضحى شفعا أم راوية تقول ما حكم من أتى بتكبيرة في غير موضعها أخطأ خطأ كبيرا ومن أهل العلم وهذا مذهب معروف يبطلون الصلاة فالذي مثلا يكبر الآن لما يضع رأسه في السجود يضع رأسه يقول الله أكبر قالوا بطلت صلاة هذا مذهب معروف من أهل العلم من قالوا هذه لا لا يعني تبطل بها الصلاة ولكن يكره خاصة الذين يذهبون إلى سنية التكبيرات الانتقالية والذين يقولون بوجوب التكبيرات الانتقالية يقول أتى بها في غير موضعها وللأسف الشديد يحز في نفسي أن أغلب من يعني يقع في مثل هذه الأخطاء أئمة المساجد للأسف والله نصلي كثيرا خلف أئمة المساجد تجد لما يجي يركع بعدما يستقر راكعا يقول الله أكبر وهذا غلط التكبير يكون لما تتحرك من القيام إلى الركوع تقول الله أكبر وبعض أئمة المساجد يرفع من الركوع ويعتدل ثم يقول سمع الله لمن حمده، وهذا غلط. التسميع يكون منذ بدايه حركتك من الركوع، كذلك التكبير الى السجود، تجد بعض الناس ما يقول الله اكبر الا حينما يضع راسه على في, في الارض، وهذا غلط، بعض ائمه المساجد، بعض المصلين يقول الله اكبر لكن تتمتها في وضع السجود، هذا اهون يعني تتمه التكبير يكون خاصة هؤلاء الذين يمطون التكبير يمطون ويمدون التكبير يعني هذا أهون لكن يضع رأسه ثم يقول الله أكبر على خطر صلاته أنا حكيت الخلاف الآن ولم أختر يعني أحد القولين لكن من باب بيان خطورة الأمر فضاعة الأمر فيتنبه الإنسان لمثل هذا أم راوية تقول يعني ما حكم من نسي تكبيرة في الصلاة أخت الفاضلة من نسي تكبيرة فالصلاه ينظر فان كانت تكبيره الاحرام فالصلاه باطله من عقدت لقول النبي عليه الصلاه والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم هذا تكبيره الاحرام الاولى من عقدت الصلاه من نسيه يعني شخص دخل الصلاه ما قال الله اكبر مباشره الحمد لله رب العالمين ما له صلاه هذا ما يصلي لا بد من تكبيره الاحرام اما التكبيرات الانتقاليه من نسي التكبيره الانتقاليه بعدما تجاوز موضعها يسجد للسهو قبل السلام سجدتين، بارك الله فيك. خليفه بارك الله فيه من العين يقول يعني احد الاصدقاء يقول لديه ابن وتزوج من امراه ودخل عليها يقول المراه الان حامل له سته اشهر تقريبا معها، يقول اكتشف بانها متزوجه في بلدها وما طلقت، ما الحكم؟ هذه مصيبه يا اخي خليفه بارك الله فيك، وهذه كارثه وهذه المراه اما ان تكون يعني جاهله وتعلم وانا اعتقد بان هذا امر مستبعد أن المرأة تجهل مثل هذا الحكم لكن تعرض على القاضي تعرض على الجهات ذات الاختصاص لفحصها وللنظر في عقلها عاقلة نظر في دينها مثلا نظر في وين كانت تعيش هذه تعيش في غابة مثلا من الغابات اللي ما فيها شيء من العلم ولا فيها شيء من المعرفة ممكن أما إذا كانت متعمدة فالأمر خطير ويجب على ابن هذا الرجل الآن أن يفارقها من الآن ينفصل عنها ولابد من عرضهم على القاضي لابد لان الان على ذمه رجل ولذلك القاضي هو الذي ينظر هل هذا نكاح شبهه هل هذا هذه المراه تستحق العقوبه اللي المقرره شرعا في قضيه انها زو انها تزوجت رجل وهي على ذمه رجل اخر هل زوجها الاول متواطئ معها هل القضيه هذه خطيره يا اخي الفاضل ولذلك لا يصلح فيها الفتوى وانما لا بد من نظر قضائي لا بد من عرضها على المحكمه فالواجب على هذا الابن ما دام ان المراه قد حملت الآن ابتلي بحمل لابد بد الآن أن يعرض أمرها إلى القاضي والنظر إلى القاضي بارك الله فيك فهنا الآن يجتنبها ثم بعد ذلك تبدأ إذا فصل القاضي بينه وبين زوجها الأول إذا كان بينهم مشكلة لا بد أن تعتدل الأول ثم تكمل بعد أن تكمل عدة الثاني اللي هو الإبن ترجع للعدة الأول مسألة طويلة ومشكلة الآن عندها حمل ومعروف بأن العدة بوضع الحمل فالمسألة قضائية يا أخي الفاضل وليست نظر الفتوى ها خلاص طيب جميل غدا إن شاء الله بحول الله في أول اللقاء أجيب على سؤالك بارك الله فيك انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون